اهلا بحضراتكم. اول فقره، الفقره الاولى من البيت الكبير، وزي ما متعودين كل يوم ثلاث معانا نجم النقد الرياضي على المستوى العالمي اللي دايما بنستمتع بحلقته ونستناها اسبوعيا كل يوم ثلاث. عمر البنوبي، بنرحب بيك في البيت الكبير. اهلا بحضرتك كابتن هاني، منورنا. انا اللي مبسوط، حضرتك اللي منور الدنيا، ربنا يخليك. من 37 سنه يا عمر كان طبعا ذكرى حرب اكتوبر العظيمه، والنهارده في البيت الكبير كمان بيشرفنا اثنين من الابطال اللي شاركوا في حرب اكتوبر من 47 سنه. ف اثنين من اللي كانوا موجودين جوه الميدان، ولما بنيجي نتكلم على ملف الكوره وملف الرياضه، عايزك تقولي مين اللي كان كمان موجود جوه ميدان حرب 73 من لعيبه الكوره. يعني اولا بنهني مصر كلها بذكرى حرب اكتوبر والانتصار للمجيد، والامه العربيه كلها طبعا كانت على قلب رجل واحد في سنه 73، ونتمنى على طول تبقى على قلب رجل واحد ان شاء الله. يعني اعتقد كمان انه القوات المسلحه والشرطه، الشعب المصري كله لا يقل في البساله وفي في القوه والصمود عن فتره 73، كمان الفتره الحاليه فتره بناء، فتره مواجهه الارهاب، يعني تحديات كتير بتاخدها الدوله صحيح. وبتنجح فيها، فده يعني شيء يسعدنا. وذكرى حرب اكتوبر كمان يعني حاجه من الحاجات اللي لابد ان احنا نحفظ لها هيبتها كل سنه ونحتفل بيها. بس في الكوره يمكن كان في اسامي كبيره كانت موجوده في الحرب وبعد كده كملت في الملعب، يعني كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، الله يرحمه. كابتن حماده امام الله يرحمه طبعا، يعني كابتن سمير زاهر الله يرحمه، كابتن محمود بكر الله يرحمه، وهو كان كمان معلق هنا في قناه النادي الاهلي لفتره طويله صحيح. يعني وكابتن فكري صالح واسماء تانية كتير الحقيقه برضو من يعني من الكرويين اللي كانوا موجودين في الجبهه وبعد كده كملوا في نشاط كره القدم. الحقيقه يعني بندعي لهم كلهم بالرحمه، واللي عايش منهم انه ربنا يديله الصحه صحيح، وبنفخر بيهم دايما. يعني برضو مجال الكوره مش فكره لعبه وبس. لا طبعا مش فكره لعبه وبس، ودايما لما بنتكلم على حرب اكتوبر دايما احنا ممكن نترجم ده بلغه الرياضه ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، وان كان في فتره من الفترات الناس والعالم كله بيتكلم ان خلاص مصر خلاص بقت بعيد تماما، ومصر مش هتحارب، ومستحيل هزيمه الكيان الصهيوني. وهذه الحرب 73 رمز كمان للرياضيين ان هم مفيش مستحيل، وان لما كل الناس بتجتهد وكل الناس بتتكاتف لمصلحة البلد بنطلع حاجة الناس بتقول عليها حاجة عظيمة وما بتكررش يعني. فده طبعا مثال لينا ومثال لأولادنا، ودايما بنفتكر 73 لأن ده كمان بندي مثل لأولادنا. الولاد اللي طالعين لازم يعرفوا بالظبط كان ايه ال 73 ايه، والحرب كانت ايه. وعشان كده البيت الكبير كان مصمم ان يكون اثنين من ابطال حرب اكتوبر يكون موجودين في البيت الكبير. تعال نخش في ملف موسيماني. طبعا مفيش اي هديه كده جايب ايدك فاضيه للراجل، يعني الراجل ده هيبقى في مفاجاه، هيبقى يعني في مفاجاه كابتن اكيد يعني. انا شفت الانترفيو بتاع حضرتك معاه حاجه هايله، هيبقى في مفاجاه كمان في الحلقه دي. كل الناس كانت بتتكلم على السي في المحترم على المستوى التدريبي، والراجل على مدار سنين طويله من خلال خاصه صن داونز عمل اكتر من 10 بطولات، وكل الناس بتتكلم على السي في التدريبي. احنا معانا يعني على مستوى اللاعب، على المستوى اللاعب طبعا ناس كتير ما تعرفش كواليس كتيره جدا، كان بيلعب فين، لعب ايه، كان احترف ولا ما احترفش. فكل دوت يعني معانا تقرير عن موسيماني كلاعب والكواليس والاحداث. طبعا معانا الناقد العالمي عمر البنوبي هيحكي لنا كواليس موسيماني كلاعب، وهو طبعا المدير الفني الحالي للنادي. إفريقيا تعرفه مديرا فنيا بطلا وصاحب شخصية فريدة وطموحات عديدة، يسعى إلى الوصول إلى المجد بقيادته للنادي الأهلي في حدث تاريخي للكرة الجنوب إفريقية. لكن من هو بيتسو موسيماني اللاعب؟ موسيماني أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة الجنوب إفريقية. بدأ مشواره عام 1982 بنادي كوزموس قبل أن ينتقل في صفقة تاريخية كانت الأغلى في بلاد البافانا بافانا عام 1985 إلى صفوف ماميلودي سان داونز. وبعد رحلة تنقل بين كوزموس وسان داونز وأورلاندو بايرتس، خاض موسيماني تجربة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف يونايكوس نيكايا اليوناني، واستمر لأربعة مواسم في اليونان،
وخاض 53 مباراة وسجل 6 أهداف، وواجه مجدي طلبة الذي كان يلعب لباوك ثيسالونيكي آنذاك في مباراة وحيدة. كتب موسيماني اسمه في تاريخ نادي يونايكوس برفضه الرحيل بعد هبوط الفريق موسم 93-94، وصعد به في الموسم التالي إلى الدوري اليوناني الممتاز مجددا، فعشقته الجماهير هناك. اعتزل موسيماني اللعب عام 1996 بقميص نادي السد القطري، وله 4 مباريات دولية بقميص منتخب جنوب إفريقيا، ليبدأ مشوار التدريب الحافل الذي انتهى به إلى نقلة تاريخية في القلعة الحمراء بالقاهرة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. عمر، مشوار موسيماني كمدرب كلنا كنا اتكلمنا عليه ورصدناه بشكل كبير جدا على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى اللقاءات، لكن مشواره كلاعب، يعني يمكن حضرتك فتحت مع الموضوع ده على شاشة قناة النادي الأهلي برضو في الانترفيو اللي كان أول حوار له. دورت شوية ورا موسيماني اللاعب، لأنه بالنسبة لي مثير أعرف الباك جراوند بتاعته كانت إيه. هو الحقيقة من اللعيبة اللي كانت مميزة في الدوري الجنوب أفريقي لما بدأ سنة 82 في نادي كوزموس، وبعد كده يروح ماميلودي سان داونز. هو لما راح سان داونز كان أغلى صفقة فعلا داخل الدوري الجنوب أفريقي في التوقيت ده. لكن الدوري الجنوب افريقي سهل ان انت تتنقل بين الانديه كتير، يعني هو قاعد يتنقل بين كوزموس وميلودي سان داونز لحد ما راح اورلاندو بايرتس 3-4 مرات، يعني انتقالات كانت في السنتين ثلاثه دول كانت في وقت كتير، وقت قصير. لكن هي النقطه بقى انه ياخد او يخوض تجربه الاحتراف الاوروبي كانت مختلفه شويه بالنسبه له في الوقت ده. طبعا سنه 89 ما كانش برده فيه لعيبه افارقه بتروح الدوري اليوناني، يعني برضو هي نفس السنة اللي راح فيها كابتن مجدي طلبة للدوري اليوناني. فهو لما راح نادي يونيكس، نادي يونيكس من أندية صغيرة في أثينا في العاصمة، وفي الوقت ده هو حكاها لصحفي يوناني حضر كأس العالم 2010 لما كان موسيماني مساعد مدرب مع كارلوس ألبرتو بيريرا في كأس العالم 2010، إنه أنا بيقول له أنا لما رحت أوقع، طبيعي أنا ما بعرفش اللغة اليونانية، وقعت على العقد العادي باليوناني، فبيقول له انا رايح امضي سنه واحده، وقعت على العقد، فوجئت ان العقد ده 4 سنين مش سنه واحده. والحقيقه ان الحركه دي كانت بتتكرر مع لعيبه كتير في الوقت ده اللي ما بيعرفوش اللغه اليونانيه. يعني ما قدمش، يعني هم ما قدموش عقد باللغه الانجليزيه، هو عقد باللغه اليونانيه. باللغه اليونانيه، ويمكن دي من الحاجات اللي هو بيعتبرها حاجه كوميديه في مشواره يعني. وبالمناسبه دي اتكررت كتير في اليونان فتلغت بعد كده، يعني الاتحاد اليوناني لغى والزم ان يكون في عقود باللغه الانجليزيه، وفي نفس الوقت كمان انه العقد يبقى واضح، لان بيتكتب فيه مثلا ايه سنه زائد 4 سنين، كانوا بيعملوا كده، ففجاه تلاقي نفسك بعد ما وقعت سنه ان انت ماضي 5 سنين مثلا يعني. فهو وقع لكن مشيت معاه شويه، يعني هو حب الدوري اليوناني، قدر انه يشارك في عدد من المباريات خلال 4 مواسم متتاليه، حتى لما فريقه نزل صعد مع الفريق ده مره تانية هناك، عمل شعبيه مع الجمهور في اثينا. اعتقد انه اختتم مشواره في السد القطري في 96. قبل ما نروح السد القطري كان في ليه مباراه مع كابتن مجدي طلبه، يعني من خلال التقرير كان في دي حقيقه، يعني كان يعني في لقاء مع كانت مباراه الباوك في الوقت ده كان فرقه قويه قوي، يعني كان بيطلع بيصعد اوروبا. كابتن مجدي لعب المباراه دي وسجل هدف بالمناسبه، وبيتو موسيماني لعب المباراه دي له هدف مارادوني تعرض في التقرير، يعني حاجه جميله قوي، يعني هو اللي لف الكره بشماله ده، لف الكره بشماله، وفي نفس الوقت كمان في هدف تاني كمان رقص كذا لعيب كده وراح حطها لوحده، يعني مهاري برضه كان لعيب مش قليل يعني. وفكره ان هو يواجه لعيبه مصريين، هو قالها مع حضرتك كمان، قال ده الجيل ده من باوك كان جيل قوي، كان حسام ابراهيم كانوا موجودين في نفس الجيل بالمناسبه يعني، فهو نفسه يعني لسه فاكرها، ودي حاجه جميله، لانه المشوار بتاعه في اليونان هو مشوار شديد الخصوصيه بالنسبه للاعب من جنوب افريقيا. صحيح. كانت بالنسبه لهم جديده، وفي وحتى بالمناسبه هو انضم لمنتخب جنوب افريقيا من خلال فتره وجوده في الدوري اليوناني. يعني كان الدوري اليوناني خطوه بالنسبه له ان لعيب محترف في الدوري اليوناني دخل بقى لعيب دولي بالظبط. ومنهم وعلى فكره برضو اللي دربه بونيف اسطوره بلغاريا، دربه في فريق يونيكس وعمل معانا نتائج كويسه، واعتقد سجل عدد برضو كويس من الاهداف، يعني كل المواسم اللي لعبها في الدوري اليوناني الممتاز سجل فيها اهداف رغم ان هو بيلعب وسط ملعب.
فلا كان مشوار حلو. واعتقد مشواره كمان كان فيه حاجه ايجابيه، يمكن نزول فريقه للدرجه الثانيه وانه صمم انه يكمل معاهم وصعد بيهم بعد كده للموسم اللي جاء. ده اداله جزء كبير من شعبيته، يعني اي لاعب محترف لما فرقته بتنزل درجه ثانيه ممكن جدا يعني بيمشوا، خاصه في الوقت ده. بالظبط صح، لانه كمان بيبقى هدفه انه عاوز يروح منتخب بلده طول الوقت وانه يكون متواجد في دوري ممتاز. لكن قصص الوفاء في كره القدم يا كابتن هاني بتفرق كتير قوي مع الجمهور وبتصنع تاريخ لاعب. مش لازم انك تكون اخدت بطوله دوري ابطال اوروبا مثلا، لكن ممكن تكون انت اخلصت للنادي اللي انت بتلعب فيه وعلاقتك بجمهوره بقت علاقه قويه في موقف صعب، انت تحملت او جيت على نفسك شويه علشان النادي وفي نفس الوقت الجمهور بيقدرك. يعني الحاجات دي لا تقدر بثمن. وبالمناسبه لحد النهارده نادي يونيكوس بيعتبر انه بيتسو موسيماني من اساطير النادي. الحاجات دي مش بفلوس، وبتعكس كمان شخصيه اللاعب، سواء اذا كان لاعب او حتى كمدير فني. انا بحس ان بيكون عنده شخصيه، وده لمسناه من خلال حواري معاه، شخصيه التحدي شويه، ان في فرقتي تنزل درجه تانية لا انا متحدي جدا وهنزل وهطلع بيهم السنه الجايه. ده بيعكس شخصيه التحدي، شخصيه الطموح اللي ان شاء الله تكون انا حاسس انها موجوده عنده بشكل كبير جدا، تساعده باذن الله مع السبورت للعيبه، مع سبورت الجماهير، مع سبورت الاداره، ان شاء الله يبقى عنده رحله، ان شاء الله رحله ناجحه مع النادي الاهلي. نبدأ رحلة موسيماني في تدريبه للنادي الأهلي، وقول لي يا عمر من خلال متابعتك الكبيرة جدا من خلال السوشيال ميديا العالمية وسائل الإعلام خارج مصر، قول لي ردود الأفعال كانت عاملة إزاي في أفريقيا وفي أوروبا. يعني ردود الأفعال عظيمة جدا، يعني نقدر نوصفها الوصف ده، لأنه فكرة أن أنت بتخوض تجربة أو بتدي فرصة وبتمنح ثقة لمدرب من جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخ مصر انه يكون في مدرب من جنسيه جنوب افريقيا، لانه كان في ايمانويل امونيكي في المقصه. لكن بنتكلم عن النادي الاهلي برضو الوضع يكون مختلف، انت أكيد. جايب مدرب من جنوب افريقيا لاكبر فريق في افريقيا. الموضوع انا وصفتها انها صفقه ثلاثيه الابعاد، لانه لما تتكلم انه الاهلي بيتعاقد مع موسيماني فهي صفقه فنيا في المقام الاول، ده بالتاكيد علشان الناس تبقى برضو الامور واضحه. هي في النهايه المعيار التقييم كان معيار التقييم الفني اللي النادي الاهلي اعتمد عليه، انه هو هيلبي طموحات الفريق الكوره في التوقيت ده. صحيح، ده رقم واحد. رقم اثنين البعد التسويقي والبعد الاعلامي، ما ينفعش نغفل طب ما تعالى نفرد واحده واحده. انت بتتكلم على بعد ثلاثي، بتتكلم على الناحيه الفنيه ان هذا الرجل هو المناسب في المرحله ديت من خلال سي في، من خلال خبراته على المستوى الافريقي، من خلال كمان خبرته الكبيره على مستوى البطوله للنادي الاهلي، خلال ايام قليله هيخوض نصف النهائي. ده بالنسبه للقطاع الفني. انت بتتكلم على المحور الثاني، المحور التسويقي. محور التسويقي شايف ازاي النادي الاهلي استفاد او ممكن يستفيد على المستوى التسويقي من وجود موسيماني في كمدير فني للنادي الاهلي؟ خليني اقول لحضرتك بمناسبه السؤال ده، هي من اهم النقط اللي محتاجه فعلا توضيح. التعاقد مع موسيماني ده خطوة مختلفة تماما عن كل اللي اتعمل في مصر قبل كده. بنشوف في أوروبا، بالمناسبة حضرتك عندك خبرة كبيرة في المجال ده، بعض الأندية ومنها ريال مدريد ممكن تتعاقد مع لعيب من جنسية معينة هي مختراها. صحيح. بتفضله فنيا على لعيب ممكن يكون يعني الفروق مش كبيرة، في مقابل أنه هيزود شعبية ريال مدريد في المكان الفلاني في الدولة دي. الماركتينج بيزيد بالظبط. ليه ده بيتعمل؟ لأنه مثلا النادي الأهلي لما بيجي يعمل عقد رعاية بتاعه، النادي الأهلي بيعمل حاجة ما فيش نادي في مصر بيعملها، إنه عن طريق شركات متخصصة بيقدر يحسب معدل ظهور شعار النادي الأهلي على الشاشات قد إيه. تتكلم على مستوى العالم، على مستوى العالم، مش على كل مستوى سنة. بالزبط. مش على مستوى بس أفريقيا ولا صحيح. مصر ولا الدوري المصري ولا القنوات المصرية، لا، على مستوى العالم شعار النادي الأهلي ده بيظهر بمعدل قد إيه وكم ثانية على الشاشة. الموضوع ده نقدر ندخل منه المدخل بتاع ليه موسيماني او ما فائده وجود موسيماني تسويقيا. انت في الكره في افريقيا بتهتم في افريقيا السمراء تحديدا باللي يبقى مقدر الناس دي ومقدر العلاقه الطيبه اللي بتجمع مصر بكل دول افريقيا. اعتقد انه حجم متابعه النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي والموقع الرسمي بتاع النادي الاهلي في كل دول القاره الافريقيه هيتضاعف الفتره اللي جايه من اللي بشوفه كمان، خاصه في جنوب افريقيا طبعا. بالظبط، وخاصه في جنوب افريقيا من اللي بشوفه كمان على المواقع. يعني ما فيش موقع اعتقد في افريقيا مهتم بشان كره القدم ما تكلمش عن تعاقد النادي الاهلي مع موسيماني.
ما رصدش اول تصريحات لموسيماني عن تولي مهمه النادي الاهلي، ما رصدش التهنئه اللي قدمها رئيس جنوب افريقيا لموسيماني. صحيح. وتولي انا بكلمك على المستوى السياسي كمان. بالظبط، على المستوى السياسي والدعائي كمان. ما هو طبعا. هو ده جزء من الماركتنج. شوف انت شعار النادي الاهلي هيتعرض وهيبان وهيكون موجود متواجد قد ايه في كل الدول الافريقيه وتحديدا جنوب افريقيا الفتره اللي جايه. لما اجي اعمل عقد الرعايه اللي جاي، لا القيمه هتزيد. صحيح. هنا النقطه دي اللي كانت محتاجة أن الناس تعرفها، لأنه الموضوع كرة القدم مش مجرد فنيات في الملعب. كرة القدم صناعة، الصناعة دي لها أركان كتير وبقت صناعة فلوس. يعني القصة نفسها، شفت النهاردة خبر لطيف جدا أنه مسعود أوزيل عرض أنه يتحمل راتب التميمة بتاعت نادي أرسنال. ده بيقول إيه؟ أنه في وضع اقتصادي بيقل شوية على مستوى العالم، فالأندية بدأت ترشد نفقات، فانت لازم يبقى عندك افكار اوت اوف ذا بوكس علشان تقدر من خلالها تدخل فلوس، تقدر تكمل. وفكرني بكلامك يا عمر على ان مجرد وجود او ظهور شعار النادي الاهلي على قنوات وعلى وسائل الاعلام العالميه، ده ماركتنج كبير جدا وممكن يدفع فيه فلوس كتير جدا عشان يظهر. بالظبط. بيفكرني كمان، والناس لازم تعرف، لما انا كنت بتنقل من اي فريق، يعني اول ما طلعت من النادي الاهلي لنيوشاتل كان بيتبع اوتوجرام كارد كده، دي صورتي وبيكتب سي في صغير عن اللاعب ده، موجود في اوروبا في كل الانديه، بيكتب سي في صغير عن اللاعب ده، مين طول الوزن، المركز، كان في نادي ايه، والنادي الحالي. فاسم النادي الاهلي اتذكر كام مره في خلال مشواري انا ك 15 سنه في الاحتراف من سويسرا لالمانيا. فده كمان الناس تعرف ان لما لعيب يخرج من النادي الاهلي وبيحترف بره، ده كمان قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي. وزي ما انت قلت، وجود مثلا رونالدو اسم كبير، لكن على المستوى التسويقي ازاي اليوفنتوس استفاد منه في اول شهرين. فاتكلمنا على الجانب الفني وانت شرحته بشكل كويس، الجانب التسويقي كمان. المحور الثالث انت قلت هو ثلاثي الابعاد، نتكلم على المحور الثالث، التسويق الاعلامي للنادي الاهلي. كل محور من دول بيخدم على التاني. فنيا ده الاساس رقم واحد، وهو ده المعيار الاختيار الاساسي. بعد كده تسويقيا اعلاميا، لازم الناس تتعامل، ادارات الانديه تحديدا في مصر، مع الاعلام انه اداه من ادوات تعظيم المنتج بتاع كره القدم، واداه من ادوات دعم الانديه. طيب. مش انه يدخل في كلاش او انه يدور على مشكله او الخناقه، لا، انه ازاي يبقى في منظومه كره قدم كصناعه بتقدم منتج، المنتج ده في النهايه الاعلام لما يروج له او يسوقه يظهر بشكل قوي، يبقى مرغوب فيه، يدفع فيه فلوس. وجود موسيماني في النادي الاهلي عمل تسويق اعلامي على مستوى نقل الخبر نفسه انه موسيماني موجود في النادي الاهلي، فكره انك بتدور على اول حوار لموسيماني فين، فبتلاقيه على قناه النادي الاهلي، فحتى هو انتشار لقناه النادي الاهلي بره مصر. الاجزاء دي كلها اعتقد انه اللي شاف عدد الاخبار وعدد الفيديوز اللي موجوده على يوتيوب او غيره، والاخبار اللي اتنشرت في كل الصحف الافريقيه والعالميه عن تعاقد الاهلي مع موسيماني، هيشوف الفرق قد ايه. يمكن مثلا قبل كده لما كان رينيه فايلر موجود، الصحف السويسريه كانت بتهتم بنسبه، لكن الموقف هنا مختلف طبعا، لانه بيتسو موسيماني اول مدرب جنوب افريقي يكون موجود في مصر، وفي نفس الوقت في شمال افريقيا كلها تقريبا، انه يكون حجم صفقه بالشكل ده، انه نادي الاهلي، ما هو برضه مش اي نادي، ممكن اي نادي تاني يجيب مدرب من اي جنسيه، لكن الاهتمام هيروح لمين؟ هيروح لنادي الاهلي، وهيروح للمدير الفني للنادي الاهلي. واعتقد انه ده هينعكس على كل حاجه الفتره اللي جايه في الملف التسويقي والاعلامي. من ملف التسويق والاعلامي، وانت كنت كلمتني ان كمان شفنا رسائل كتير، يعني رساله مثلا رئيس الجمهوريه انه بيهني موسيماني بوجوده اولا في مصر. دي علاقه قويه جدا ما بين جنوب افريقيا ومصر على الجانب السياسي. رئيس جمهوريه جنوب افريقيا بيدي تهنئه لموسيماني. على الجانب الاخر، بعض الاشخاص الطبيعيين اللي كتبوا على السوشيال ميديا انا بدات يعني اشجع النادي الاهلي عشان موسيماني، زي محمد صلاح كده ما راح ليفربول والناس بدات تدور على لو ما بيلعب في تشيلسي يروح فلورنتينا. هو رفع قيمه الدوري الايطالي لما راح لعب في الدوري الايطالي. يعني فالفاليو كمان بتاع الدوري المصري، خلينا نتكلم، ده مش استفاده كمان، استفاده الدوري المصري ان بدا كمان ناس من جنوب افريقيا تتابع الدوري المصري عشان خاطر عندهم مواطنهم او موسيماني موجود. في رسائل كتيرة جدا، وانت قلت لي في رسائل، انا كده هنقول المفاجأة بقى. قول لنا المفاجأة والهدية لموسيماني. يعني اعتقد انه احنا كان في رسائل، انا مش هجيله بايدي فاضية طبعا زي ما قلنا. ايوه. فمعنا مجموعة من النجوم او اربع نجوم من نجوم الكرة الافريقية بيوجهوا رسائل لموسيماني عبر شاشة قناة النادي الاهلي والبيت الكبير.
النهارده. دي حاجه خاصه جدا، حاجه خاصه جداً لبرنامج البيت الكبير، الحلقه بتاعه الثلاث من طبعا الناقد عمر البنوبي، هديه الموسيماني او مش هديه يعني، الراجل بيوصل له رساله، اربعه من نجوم جنوب افريقيا بيهنوا موسيماني لوجوده في النادي الاهلي. نشوف الرسائل ديت ونرجع مع الناقد الكبير عمر البنوبي. Hey Coach Pizzo, how are you? I just want to congratulate you on your fantastic move to Al Ahly. Unbelievable achievement, you know. One of the best teams in Africa, if not the best team, the Real Madrid of African clubs. So well done to that. But obviously your history, your achievements, everything you've achieved thus far as a coach has been tremendous. You know, the work you've done at Sundowns is second to none. You know, it will take a special coach to go on and achieve what you've achieved in South African football. So congratulations to an amazing career so far. And as a friend, as somebody that knows you personally, I know the hard work that you put in, and I know what you strive for to succeed, you know, and you've done that. But this is a step in the right direction to going on to achieve much more for yourself. So you are at one of the greatest clubs in African football, and I know you, and I know you believed in yourself, and you will achieve incredible success with Al Ahly as well. You know, if these people support you, the fans, the board, they back you, they put their trust in you, and you will do the utmost best for the club, and I can see a lot of success coming Al Ahly's way because they've got you at the helm. So all the very best in the near future and everything that you're about to achieve with Al Ahly, okay? Good luck, and I'm rooting for you. I know you're gonna succeed, but the country is depending on you to really succeed and do well, because you are flying the flag really high in becoming one of the first coaches to have gone. People, hope you all well and you're doing fine. It's Ibrahima Sonko from a Premiership player and Senegalese international. I'm taking the screen to say a massive congratulations to Mr. Pito for getting hired by Al Ahly, one of the greatest clubs in Africa. You know, and it's great because you guys just show the racism, the door. And yeah, what can I say? You know, I wish you both of you all the very best, and hopefully, inshallah, you guys will be very, very successful together. And I'm sure, you know, you got a great manager for a great club, so why not? Pito, good morning. Just a quick message to congratulate you on the great job you've been doing, and now also the big step you are making in Egypt, in one of the best clubs in Africa and also in the world. Continue the great job, and what a great move since I met you in the national team with Bafana Bafana. Good luck, my friend. Hope to see you soon. I wish you all the best. Cheers. Firstly, thank you so much. My name is Kalu Sha Gwalia. I want to congratulate my good friend, my brother and family, Coach Pizzo Musamani, for, you know, taking on this huge responsibility in coaching a team like Al Ahly Football Club. I also want to congratulate Captain Bibo and the management, you know, for taking this bold decision to give the confidence to Coach Musamani. It shows the level of trust that they have in him. It's a massive boost for what he has achieved as a top coach in Africa. Coach Pizzo has a record that speaks for itself. I want to wish him lots of success and a lot of joy in trying to bring the success that Al Ahly has enjoyed in Africa and the world. All of us, as Africans, we are one. I thank you.
يعني رسائل رائعة على مستوى الأفريقي ونجوم كبار ونجوم عالميين جدا بيهنوا موسيماني. وزي ما اتكلمنا معاك يا عمر ده أكبر، مش هقول أكبر دعاية للنادي الأهلي، لكن جزء كبير جدا من دعم كمان موسيماني على المستوى. احنا شفنا نجوم كبار ماكارسيو وكالوشابواليا بيرعيس كلهم نجوم كبار. واشرح لنا برضو كواليس المحادثات ديت. طبعا احنا بنشكرك على طبعا الفيديوهات ديت والمجهود اللي بتعمله مع فريق الاعداد، لكن كواليس لما اتكلمت مع الناس دي برضو خلينا نتكلم في الحته اللي بره، قالوا لك ايه وكان رد فعلهم ايه؟ يعني خليني اقول لحضرتك كابتن هاني انه فكره تعاقد الاهلي مع موسيماني مدياهم نوع من انواع الطاقه الايجابيه والدفعه والفرحه الكبيره جدا. يعني احنا شفنا ابراهيم سونكو بيتكلم عن فكره انه مفيش مكان للعنصريه في كره القدم وانه دي خطوه عظيمه، وبيقول له انت مدرب كبير وفي نادي عظيم، طب ليه لا ان ما يكونش كمان في انجازات كبيره الفتره اللي جايه. بيير عيسى وهو من نجوم جنوب افريقيا الكبار، لعب نهائي يويفا كاب، لعب مارسيليا، لعب لانديه كتير، برضو بيوجه له رساله حلوه جدا وبيسبورت فكره وجود موسيماني في النادي الاهلي ويتمنى له التوفيق. حتى بيني ماكارسي رسالته يمكن اطول رساله لان هو صديق شخصي لموسيماني، ولما كلمته عن موسيماني قال لي ادعموا الراجل ده، قال لي مدرب كويس ولو حصل على الدعم هيجيب بطولات. ثقه هو يعني ماكارسي نفسه فخور جدا بخطوه زي دي. لكن كالوشا بواليا كاسطوره من اساطير الكوره في افريقيا على مستوى العالم كمان رسالته يعني مميزه قوي. هو لما وجه الرساله بشكل شخصي للكابتن محمود الخطيب والكابتن بيبو ومجلس اداره النادي الاهلي، يعني حقيقة انا سالته على التفصيله دي فقال لي كابتن بيبو از ماي ليجند، يعني هو الاسطوره بتاعتي. فالحقيقه يعني واضح انه كالوشا بواليا بيشجع الاهلي كمان، مش بس انه هو ده اللي بكلمك عليه، كل دول بيشجع الاهلي وبيقول لك احنا هنبدا كمان نتابعك وهنبدا نتابع النادي الاهلي وهنبدا نشوف. فكل دوت زي ما انت قلت على طبعا الشكل التسويقي طبعا مهم جدا، وكمان زي ما بنتكلم على اهتمام القارة الأفريقية، وانت كمان على مستوى أوروبا كمان كان فيه اهتمام جدا جدا بموسيماني. نتمنى له طبعا التوفيق واحنا في ظهره وسبورتنج ليه، وان شاء الله موفق مع النادي الأهلي ويعمل رحلة طويلة ان شاء الله مع النادي الأهلي، رحلة نجاحات. نرجع بقى للاعبتنا المحترفين شويه نتكلم عليهم. يمكن الاسبوع اللي فات اتكلمنا على مين كان اكتر او مين الاول اوائل اللعيبه المصريين اللي لعبوا في الدوري الاوروبي او الويفا كاب ساعتها. اتكلمنا بقى النهارده عن التشامبيونز ليج، مين اللعيبه المصريين اللي كان من اوائل اللعيبه المصريين او عدد اللعيبه المصريين اللي كان ليهم شرف المشاركه في التشامبيونز ليج. يعني هو نقطه مهمه ان هم 10 لعيبه بس. لو اتكلمنا عن بتقولها بحزن يعني 10 لعيبه بس يا كابتن هاني على مدار بنتكلم في لو قلنا بس 30 سنه اللي فاتت، يعني قليل جدا ان يبقى عندك بس 10 لعيبه اللي قدروا يلعبوا دور مجموعات في تشامبيونز ليج. يعني حضرتك رقم واحد في تاريخ مصر، كابتن سمير كامونا رقم اثنين، بعد كده كابتن طارق السعيد لعب في النادي الاهلي برضه فتره قصيره، ميدو، وبعد كده كمان كابتن احمد حسن، محمد زيدان، وبعد كده الجيل اللي موجود دلوقتي. يعني انا اتخيل ان احمد حمودي لعب تشامبيونز ليج مع بازل دور المجموعات، طبعا صلاح، نني، عمر جابر لعبوا برضو مع بازل السويسري. يمكن سويسرا كان لها الباع الكبير في الحكايه دي، هي اللي بدات كل مره. يعني مع حضرتك برضو بدايه في نيوشاتل بالمناسبه، بكره يوم 7 اكتوبر زي بكره 7 اكتوبر في سنه 92 بتلعب اف سي بولي وجبت جول 1-0 لنيوشاتل. انا الحمد لله كويس انك بتفكرني يعني حلو والله، يعني عامل نتائج حلوه يعني في نيوشاتل. على فكره اول ماتش حضرتك لعبته مع نيوشاتل جبت جول اول مباراه بالظبط. يعني انا مش فاكر ضد مين، بس انا فاكر من الحاجات اللي كانت يعني كان لوجانو تقريبا. بتتكلم في 10 لعيبه بس لعبه تشامبيونز ليج. على مستوى التصفيات تشامبيونز ليج برضه للاسف 11 لعيب بس، اولهم كابتن مجدي طلبه سنه 95 مع انورسوس فاماجوستا القبرصي، كان بطل الدوري وقتها، كان واخد معاه الدوري للكواليفيكيشن للكواليفيكيشن للتشامبيونز ليج، بس ما صعدش للاسف. كان اعتقد كان اتلتيكو بلباو هو اللي صعد في الوقت ده. فالعدد قليل، العدد قليل ويستدعي ان احنا نغير استراتيجيه او الكارير بلاننج بتاع لاعبتنا المحترفين. هم طالعين اوروبا لازم يروحوا على انديه عندها طموح انها تلعب تشامبيونز ليج حتى لو مش في الدوريات الكبيره. يعني احنا دلوقتي الموضوع بجد ارقام مرعبه يا كابتن هنا. يعني كل دوله البرازيل بتصدر بالألف لاعب محترف في اوروبا، احنا هنا بنعدهم.
لا، ما ده كمان ملف من الملفات اللي ان شاء الله هنفتحه معاك. ليه عدد اللعيبه المصريين المحترفه رغم عندنا نجوم كتير وعندنا مواهب كتير، ليه العدد قليل لغايه دلوقتي؟ وانا بتكلم يعني الكلام ده بنقوله من 10 سنين، ليه قليل؟ فده ملف ان شاء الله هنفتحه معاك عمر. انت عندك برضو عندك يعني خبره كبيره جدا وتقدر تفيد كمان المشاهد ايه الخطوه اللي تتعمل عشان يكون او نزود عدد اللعيبه المحترفه في مصر. سيرة اليونان اكيد هتيجي سيرة عمرو وردة يمكن فترات اخيره قلت هو اتنقل لنادي قبرصي تقريبا، كان في مفاوضات وراح سافر قبرص لكن ما تمتش، رجع تاني على اليونان. بعدها كذا مفاوضات من كذا نادي، بعد كده راح فولوس، استقر في نادي فولوس. قلنا لا، نادي فولوس ده في وسط الدوري ولا نادي في الطموحات في هو حاليا المركز خامس، بس لسه احنا في اول الدوري يعني لسه مش هيبان دلوقتي ترتيب المراكز. لا يعني الهيستوري بتاعه، لا الهيستوري بتاعه مش كبير يعني، هو فولوس ممكن ياخد كاس بتاع لكن الموضوع يبقى صعب جدا انه ينافس على الدوري، لكن ممكن ينافس على انه يصعد لبطوله الدوري الاوروبي يعني. أوكي. ده اقوى حاجه ممكن يعملها السنه دي، وهو مدرب اسباني دلوقتي انخيلو بيز اعتقد. واول مباراه بالمناسبه عمرو ورده قعد احتياطي 90 دقيقه ما نزلش، فريقه كسب، كانوا بيلعبوا فريق اسمه باس لامية كسب 2-1 وورده ما شاركش. لكن في كوكا كمان، وكوكا طبعا يقترب من انه يكون اللاعب رقم 11 في اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا دوري ابطال اوروبا، لان هو بيلعب في بطل الدوري اليوناني نادي اولمبياكوس، واخد دوري وكاس. وانا كنت اتكلمت مع كوكا اكتر من مره، قلت له انسى البرتغال وانت في اليونان الوضع مختلف، انت سهل تبقى هداف الدوري اليوناني طول ما انت رجلك في الملعب هتبقى هداف الدوري اليوناني. انا لما كنت رحت زرته عمر كان فعلا كان عايز يرجع البرتغال، يقول لي لا يعني البرتغال ممكن دوري اقوى شويه. انا قلت له طب اقعد وحط رجليك بشكل كويس، وخلي بالك اليونان من الدوريات مش زي الدوري البرتغالي، الدوري البرتغالي اقرب شويه للتوب ليجز يعني، من الدوري الانجليزي بياخدوا منه والدوري الالماني. فانا شايف انه عمل السنه دي مشوار هايل، حقق الثنائيه زي ما انت بتقول، ووجوده اولمبيكوس طبعا هيديله كمان فرصه انه يظهر على مستوى التشامبيونز ليج، وده مهم. بالظبط، هو يعني لو شارك ان شاء الله مع اولمبيكوس هيبقى هو رقم 11 في القائمه. يا رب. تمام، ونتمنى له التوفيق. مجموعته اعتقد صعبه، فيها مانشستر سيتي وفيها مجموعه صعبه مش هتبقى سهله يعني، لكن نتمنى ان هو يقدم حاجه كويسه. في نفس الوقت هو ارقامه في الدوري اليوناني كويسه هايله جدا يعني، اول موسم اللي راحوا اعاره 15 هدف، فمش رقم قليل، لانه كمان كان تعرض لاصابه في وقتها وقعد شويه. دلوقتي هو برده ماشي كويس بيسجل اهداف، بالمناسبه الماتش اللي فات برده نزل في الشوط الثاني وسجل هدف في الدقيقه 90 لكن ما اتحسبش، الفار لغاه وفريق اولمبياكوس تعادل 1-1. فاعتقد انه كوكا قدامه فرصه برده السنه دي انه ياخد دوري يوناني ثاني، ينافس على الدوري اليوناني. ارس دلوقتي متصدر الدوري اليوناني، لكن ارس مش الفرقه اللي ممكن تاخد البطوله. ما مش على استمراريه نفس قصير شويه يعني، يعني ارس مش الفرقه تاخد البطوله، وباوك في مستوى مش في مستواه برضه، فهو عنده فرصه انه ياخد دوري كمان مره. اتمنى له التوفيق، واتمنى ان هو يتمسك بس بفرصه الظهور في الشامبيونز ليج، عشان لو حابب ياخد خطوه بعد كده اقوى من الدوري اليوناني هتكون سهله عن طريق المشاركه في الشامبيونز ليج. بالظبط، والتفوق ده والتالق لكوكا اكيد، ومع كابتن حسام البدري من خلال المنتخب ومن خلال تصاريح كابتن حسام انه ممكن كوكا يعتمد عليه في الفتره اللي جايه بشكل كبير، انه يكون متواجد في منتخب مصر. لكن تفتكر ورده واستقراره بقى، نتمنى له الاستقرار في النادي ده، ما يمشيش بعديها بشهرين ثلاثه او يبقى يركز شويه، تفتكر انه ممكن يكون ليه دور بعد استقراره في الدوري اليوناني انه يكون ليه دور مع منتخب مصر؟ انا اللي عرفته ان هو تواصل مع كابتن حسام البدري، وان كابتن حسام البدري فعلا قال ده على الهواء في حوار من الحوارات في التلفزيون، وقال ان هو بيتواصل مع عمرو ورده وانه يعني نصحه بالاستمراريه في الملعب علشان يكون عنده فرصه للرجوع للمنتخب. بس انا شايفها صعبه في الوقت الحالي لسه برضه، صعبه يعني، شايف انه لسه شويه. انا شايف انه فنيا عمرو ورده لعيب عالي جدا، عنده امكانيات كويسه وعنده امكانيات تؤهله ان هو يكون موجود ويكون حل من الحلول في وقت من الاوقات. لا هو عمرو خلينا يعني هتكلم معاك جزئيه، لان انا يعني حضرنا عمرو، وعمرو ورده من اللعيبه اللي كنت اعرفهم من زمان لما كان لسه حتى كان موجود في انبي وكان عايز يطلع. يعني عمرو عنده موهبه كويسه قوي، اللي بيعقر الموهبه دي يمكن بعض المشاكل اللي بره اطار كره القدم وبره المستطيل الاخضر. فهو الجزء الاهم، وانا يمكن يعني كلمته كتير جدا في الجزئيه دي، انه كمان عمرو لو ركز بشكل كويس هيبقى مفيد اولا لنفسه ولبلده. الجزء الفني تتفق ان عمرو ورده البوزيشن بتاعه 10 ولا يبقى على طرف
كان عندي جدال برضو شوية مع أجيري في الموضوع ده، وأجيري كان شايف أنه يبقى طرف شمال، أنا كنت بتكلم أنه ممكن يبقى 10 كويس أو بيلعب في وسط الملعب، لو بنلعب 4-3-3 يبقى هو واحد من ضمن بيروح بوكس تو بوكس. انت برضو من الناحيه الفنيه انت شايف عمرو فين؟ هو مشكلته في حاجه، انه مش دايما بيلتزم لما تديله تاسك معينه في الملعب، مش دايما بيلتزم بيها. لا يعني على مستوى الدفاع يعني على فكره في اليونان كانت دي مشكلته مع كذا مدرب. ده وصلك من المدربين. لكن المدرب هنا بدار، اعتقد ان حضرتك وهو كمان شارك كاس عالم كمان مع كوبر قبلها، ورجع كمان جه اتمرن منتخب مصر في امم افريقيا. هو 4-3-3 يلعب فعلا بوكس بوكس يبقى لعيب كويس، وهو كمان عنده باور، هو قوي وبيقدر يلتحم احيانا وبيعرف يستخلص كوره كويس وبيعرف يأدي. انا شايف ان هو فنيا يجي منه طبعا، لكن الفكره كلها زي ما حضرتك قلت، حته الالتزام، انه لابد انه طبعًا يقفل على نفسه قوي لانه ما عندوش فرصه تانية. ما عندوش فرصه تانية، والوقت بيمر والعمر بيجري، وهو 26 سنه 27 سنه دلوقتي 27 سنه، اعتقد انه الموضوع خلاص بقى صعب. يعني حتى هو لو حابب ان هو ينتقل انتقالات تانية بره اليونان، ده فرصته الاخيره السيزون اللي احنا فيه دلوقتي. لو جبنا سيره وسط الملعب اخيرا، اكيد تالق النني في الفتره الاخيره، وجوده في الارسنال والخلاص بقى ستيبل مع الفريق ده، كمان هيكون اضافه لمنتخب مصر، لان انت عارف برضو هنا في السوشيال ميديا كان في تحديات شويه للنني والكلام كتير قوي عليه. تقول ايه في الجزئيه دي؟ اول حاجه نقول انه ما ينفعش لعيب كوره يبص على السوشيال ميديا خالص، وده اللي عمله النني بالمناسبه، لانه النني لما طلع اعاره بشكتاش ورجع على ارسنال، هو رجع وبيأدي، ويعني اعتقد انه نال ثقه ارتيتا وبدا يديله مباريات وبدا يعتمد عليه بشكل اساسي، مش حتى انه مجرد بديل او حاجه. فانا اتمنى التوفيق لمحمد النني، لانه هو برده عنصر مهم قوي. يعني انا بستغرب ان لما اسمع ان في خلاف على ضمه لمنتخب مصر في الوقت الحالي، طب هو يعني مين يعني انا شايف انه مفيش غير لعيبه خط وسط النادي الاهلي وطارق حامد في الزمالك، على انه عنده هيستوري دولي دلوقتي مع منتخب مصر، فهو النني لازم يكون موجود. يعني ما ينفعش ان انا اختلف، وخاصه قوي على النني دلوقتي الفتره اللي موجود فيها دي، انه بيلعب كمان دلوقتي، هو في الملعب. يعني مفيش حجه فكره ان انت ما بتلعبش او احتياطي او الكلام ده، لا خلاص هي مش محتاجه مناقشه. يعني صحيح. الا لو كان في حاجه تانية احنا ما نعرفهاش، ممكن الله اعلم. بس يعني حجازي بدا يشارك، وكان حجازي انا شايف انه احمد حجازي الاصابه بس عطلته في بدايه الموسم اللي فات، وجت تاني دلوقتي. لكن انا شايف انه حجازي، انا اتكلمت معاه برده من قبل بعد تاني ماتش على طول، لا حجازي معنوياته مرتفعه، عنده ثقه في نفسه وعاوز يشارك وعاوز يأدي، وهو يستحق وهيكون موجود. اعتقد انه الفتره اللي جايه كمان لا هياخد فرص اكتر انه يكون موجود بشكل اساسي، وانه يكمل لحد نهايه السيزون ان شاء الله يخش بشكل اساسي. وانا يعني حجازي من الناس الرجاله، حتى لو ما شاركش هناك بشكل اساسي، اعتقد بيبقى ليه دور مهم جدا في منتخب مصر، بجانب تريزيجيه بجانب المحمدي. يعني ما شاء الله اولادنا في البريمير ليج بيظهروا بشكل جيد جدا، نتمنى التوفيق. وطبعا بنشكرك يا عمر، يعني بجد حلقه دايما حلقه مميزه معاك، والنهارده يمكن كمان موسيماني اكيد هيتابعنا وهيشوف طبعا الهديه الغاليه اللي انت بعتها له، لكن احنا بنشكرك، وان شاء الله باذن الله مستنيينك ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي نكمل حوارنا على اللعيبه المصريين المحترفين وكواليس كتيره جدا جدا من كل انحاء العالم. شكرا جزيلا عمرو البنوبي. شكرا كابتن هاني. عمر البنوبي برضه سمعت عمر قبل كده فلقطت منه. حبيبي يا عمر، حبيبي ربنا يخليك، شرفتنا ونورتنا. دي كانت طبعا نهايه الفقره الاولى. الفقره الثانيه ان شاء الله بعد الفاصل مع ابطال حرب اكتوبر.